معانا على الهاتف دكتور رائد العزاوي استاذ العلاقات الدوليه. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. مساء النور. اهلا بيك يا فندم. دكتور رائد، ايه توقعاتك، ايه جدول اعمال الاجتماع الخاص بوزراء الخارجيه العرب غدا؟ تحيه لك وللسيدات والساده المشاهدين. حقيقه نحن امام جدول كبير وطويل بالحقيقه. الهدف الاساسي من الاجتماع هو يعني وضع رؤيه واطار محدد للعلاقه الجديده مع الإدارة الأمريكية الجديدة وإدارة السيد بايدن، التي يعني أظهرت نوعا ما يعني بعض الإشارات عن علاقتها بالدول العربية، تحدثت عن شكل جديد للعلاقة. جمهورية مصر العربية والأردن كلاهما بدعوة يعني من قيادتي البلدين، طلبت أن يكون هناك اجتماع لتحديد رؤى محددة لشكل هذه العلاقة. إذا نحن أمام جدول يبدأ ب تحديد رؤى محددة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، شيء ثاني الأمن القومي العربي والذي هو أمن قومي للجميع. مصر نقطة ارتكاز في المنطقة وأحد العوامل المهمة للاستقرار والأمن في المنطقة، تتولاه وتقوده جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأشقاء العرب بمجملهم. هناك مخاطر تواجهها دول الخليج العربي، منها ملف النووي الإيراني والتدخلات الإيرانية في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن. وزيدي على ذلك أنه نحن أمام متغير جديد في ليبيا، في الجمهورية الليبية، وهناك أيضا حالة من الاضطراب في المشهد في تونس، وأيضا حالة من التجدد مع حكومة جديدة متوقعة يوم غد في جمهورية السودان. إذا كل هذا مصر تقود اليوم كل هذه الجهود العربية لأن يكون هناك رؤى واحدة موحدة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. مصر كنقطة ارتكاز قادرة على أن تقود قاطرة الاستقرار والنمو في المنطقة، ولديها من الخبرات ما يكفي لذلك. زيدي على ذلك طبعا الموضوع اللبناني الذي من المتوقع أن يخرج يوم غد على الأقل بيان يشدد على ضرورة تهدئة الأوضاع وتشكيل حكومة بقيادة السيد سعد الحريري الذي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن أمام ملفات متعددة وكثيرة، مصر تتولى القيادة في هذا الموضوع، وأعتقد بأننا سنخرج بنتائج محددة في قادم الأيام أو مع البيان الختامي الذي سيصدر من الوزراء الخارجية. طبعا استعدادا أيضا للقمة العربية المتوقعة في الجزائر التي تصر بحسب المعلومات، ما أملك من معلومات، أن الرئيس تبون والأخوة في المملكة في الجزائر يستعدون الآن لأن تعقد القمة العربية في أواخر مارس أو بداية أبريل المقبل. طبعا حسب المعطيات الموجودة لحد الآن أنه لم يكن هناك اتفاق على عقدها بشكل مباشر، ربما ستعقد عن طريق الفيديو كونفرنس. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور رائد العزاوي أستاذ العلاقات الدولية.